دائما مع جديد فرص الهجرة والحصول على عقود عمل بالمجان. إذا في هذا الفيديو إخوان أخوات الكرام سوف نستعرض فرص عمل لمن يود الهجرة إلى البرتغال بطريقة قانونية وطريقة شرعية وبدون دفع أي مبلغ مالي. موقع موثوق إخوان أخوات الكرام موقع يقوم بمساعدتك في الحصول على وظيفة والهجرة إلى البرتغال بدون دفع أي مبلغ وبدون حساب بنكي وبدون شهادة لغة وبدون أي شروط معقدة. مطلوب مساعدي إداريين، مطلوب فني مراقب الجودة، مشغلي توزيع، مديري الفواتير، جزارين، عمال إنتاج، فني صيانة ومشغلي مستودع. إذن في هذا الفيديو إخوان سوف أشارك معكم عروض عمل مهمة جدا وعروض عمل لجميع الجنسيات ولجميع الأجناس ذكور وإناث. قبل هذا أريد أن أوضح لكم إخوان بخصوص فيزا العمل في البرتغال، كما يعني سبق وشرحت لكم في فيديو سابق طريقة التسجيل. فبالنسبة للمستجدات إخوان أخوات الكرام ليست حال يعني لحد الساعة ليست هنالك أي مستجدات بخصوص فتح موقع أخذ المواعيد للأسف، ليس هنالك أي جديد. وحين أتوصل بأي جديد إن شاء الله حين يفتح الموقع بالنسبة للدول العربية سوف أشارك معكم الخبر إن شاء الله وأعطيكم طريقة التسجيل. حاليا الموقع مفتوح بالنسبة للإخوان والأخوات التونسيين الذين يمكنهم الآن التسجيل وأخذ موعد في عبر الموقع الخاص أو التابع للسفارة البرتغالية وتقديم طلب، يعني أول شيء تقديم طلب وبعد ذلك أخذ موعد عبر الموقع الذي سبق وشرحته في فيديو سابق. إذا إخوان على بركة الله، قبل هذا إخوان أخوات الكرام أدعوكم إذا كنتم زوار جدد أن تقوموا بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس لكي تتوصلوا بكل ما هو جديد ونستمر في نشر المزيد إن شاء الله. شاركت معكم اليوم إخوان أخوات الكرام فيديو بخصوص الهجرة إلى كندا لمن يود الهجرة إلى كندا. يمكنكم الدخول إلى هذا الفيديو ومشاهدته وإن شاء الله سوف تحصلون على عقد عمل بنسبة كبيرة. قوموا بالدخول الفيديو وشاهدوا جميع التفاصيل وطريقة التسجيل، قوموا بالتسجيل الآن وإن شاء الله تحصلون على عقد عمل. هذا فيديو آخر سأشاركه معكم إخوان بخصوص إخوان وأخوات المغاربة الذين يودون العمل بشركة كولورادو. تم نشر عدة إعلانات أو فرص عمل بشركة كولورادو، الشركة المعروفة المتخصصة في مجال الصباغة. قوموا بالدخول إلى هذا الفيديو وشاهدوا جميع التفاصيل وقدموا للعرض المناسب لكم. إذا على بركة الله إخوان هذا هو الموقع، سأترك لكم الرابط في صندوق الوصف. هنا لدينا الوظائف المتاحة بالبرتغال، لدينا 462 عرض عمل متوفر. هنا يمكننا تحديد مكان العمل ويمكننا هنا تحديد الفئة وهنا يمكننا تحديد التخصص. إذا مطلوب مساعد إداري. بالنسبة لإعلانات إذا لاحظتم إخوان إعلانات جديدة تم نشرها يعني مؤخرا، لأن هذه إعلانات تم نشرها البارحة، إعلانات حصرية ليست بإعلانات قادمة. فيمكنكم التقديم الآن ويمكنكم تقديم للعديد من الإعلانات، ليس فقط إعلان واحد أو إعلانا، يمكنكم تقديم للعديد من الإعلانات لمضاعفة الحضور. مطلوب مساعد إداري، مطلوب سائق شاحنة الركاب، مطلوب سائق ركاب فقيد، مشغل سيراميك، مشغل سيراميك، كل إعلان في منطقة بالبرتغال بطبيعة الحال. مطلوب سائق فقيل، ضابط كهرباء، مطلوب مندوب مبيعات قطع غيار وخدمات، مدير المرور، مطلوب تجاري. ولدينا العديد من فرص العمل. يمكنكم إخوان أخوات تصفح جميع الصفحات المتواجدة هنا والبحث عن العرض المناسب لكم. مطلوب لحام، بائع ذاتي. أغلب الإعلانات هنا مخصصة للصناعة، لمن لديه صنعة أو حرفة يمكنه الحصول إن شاء الله على عقد عمل. وشيء إذا كانت لديك خبرة فهذا شيء جيد، سيكون طلبك مقبول بنسبة كبيرة. إذا قبل التعرف على طريقة تقديم لوظيفة من هذه الوظائف سوف نقوم بالتعرف بشكل جيد على هذا الموقع الموثوق الذي يساعدك في الهجرة إلى كندا.
يعني موقع موثوق 100% كما تلاحظون يخضع هذا الموقع للوائح المعمول بها حصريا في البرتغال، والتي تخضع لها سواء للمستخدمين الوطنيين الذين يقطنون والقاطنين في البرتغال، أو الأجانب الذين يستخدمون هذا الموقع. اقرأوا جيدا هذه التفاصيل، سأترك لكم الرابط في صندوق الوصف. وصول المستخدم إلى موقعنا الإلكتروني مجاني، لاحظوا معي مجاني، لن تدفع أي مبلغ، ويخضع للقراءة المسبقة والقبول الكامل والصريح والغير محدود لشروط الاستخدام العامة هذه سارية وقت الوصول. جيد جدا. إذا هذه جميع التفاصيل المتعلقة، يعني التفاصيل القانونية، إرسال بيانات شخصية يعني قبول المستخدم صراحة لسياسة الخصوصية الخاصة بنا. إذا موقع موثوق 100% يا إخوان، ليس هناك أي نصب أو أي شيء من هذا القبيل. هنا لدينا جميع أرقام التصاريح الخاصة بهذا الموقع، رقم تعريف الضريبي وكل شيء، يعني موثوق بالمئة. وهذا البريد الإلكتروني الأول هو البريد الإلكتروني الثاني للتواصل مع الموقع أو مع المكتب أو المنظمة. إذا سنذهب إلى الإعلانات إخوان أخوات، سنرى على سبيل المثال ندخل إلى إعلان لحام ونرى طريقة التقديم، يمكنكم تطبيق نفس الطريقة على باقي الإعلانات. هنا ستظهر لنا صفحة الإعلان، لدينا وصف الوظيفة، ذكور وإناث بطبيعة الحال، كل من يعمل في مجال التلحيم أو لحام يعني سودور باللغة المغربية. هنا لدينا وصف وظيفة، الوظائف الرئيسية ستكون يعني تكون لديك خبرة سابقة في وظائف مماثلة يعني كاللحام وفي عملية اللحام الرئيسية، التأكد من المعدات والآلات الواقعة تحت مسؤوليتها في حالة عمل جيدة. الله أكبر، على قوة الله أكبر. إجراء الصيانة اليومية وفقا لأوامر العمل المحددة وخطط الصيانة الوقائية. لدينا هنا المتطلبات، يجب أن يكون لديك الحد الأدنى من التعليم الإلزامي، ليست هناك شهادة عالية مطلوبة، فقط إذا كانت لديك بكالوريا يمكنك التقديم لهذا العمل، إذا كانت لديك تجربة فيلغى التعليم. تكون لديك خبرة سابقة في هذا المجال، معرفة في الميكانيك وتحديدا في تجميع وتفكيك المكونات الميكانيكية، علاقة شخصية جيدة ديناميكية واستباقية، مسؤول ودقيق. هنا لدينا العرض، ساعات العمل العامة من الاثنين إلى الجمعة، عقد مباشر مع العميل. لاحظوا معي، سوف تحصل على عقد عمل مباشر أنت والمشغل، ليس هناك وساطة ولا أي شيء. الراتب حسب الخبرة في الوظيفة، الاندماج في الشركة قوية، فقط ليست هناك شروط معقدة، كل ما عليك أخي أختي التوكل على الله وتقديم طلب. إذا سنقوم بالضغط على التقديم بطلب للحصول على هذه الوظيفة. هنا ستظهر لنا هذه النافذة إخوان أخوات، ليس لدينا حساب، سوف نقوم بالضغط على تسجيل. هنا ستظهر لنا هذه الاستمارة، سنقوم بإدخال البيانات الخاصة بنا. إذا قمنا بترجمة الموقع إلى اللغة العربية، إذا سأقوم بترجمة إلى الفرنسية لإفهام الكلمة الأولى. إذا فيه الضرائب، إذا سوف أرجع إلى اللغة الفرنسية، أعتذر، بضع ثواني إخوان أخوات. كونتريبيابل، إذا نقوم بالرجوع إلى العربية. دافع الضريبة، إذا هنا سوف نقوم بكتابة كلمة، وهنا نقوم بكتابة كلمة المرور أو كلمة السر. تكون فيها حروف وأرقام بطبيعة الحال، ويمكنك إضافة رمز. هنا لدينا اسم الكامل، سوف نقوم بإدخال الاسم الكامل، وهنا نقوم بإدخال تاريخ الميلاد. إذا سنختار السنة، إذا سنكتب اليوم والشهر ثم السنة. جيد جدا. وهنا نقوم بكتابة رقم جواز السفر،
يكون مكون يعني عادة من حرفان في أول وعشرة أرقام متبوعة. هنا نكتب أو نحدد تاريخ الصلاحية. إذا سأختار على سبيل المثال 2023 أو 2024 إذا كمثال. إذا 1/1/2024 جيد. إذا هنا لدينا ضمان اجتماعي، ليس لدينا ضمان اجتماعي، فنترك هذا المكان فارغ. هنا لدينا النوع ذكر أو مؤنث، سنختار ذكر أو مؤنث. الجنسية سوف نقوم بالبحث عن البلد، البلد يعني جنسيتنا. إذا سأبحث عن المغرب، أين هو المغرب؟ إذا هذا هو المغرب. هنا سنترك هذا المكان فارغ. لدينا هنا الرمز البريدي، ونقوم هنا بكتابة هذا الرمز غير صالح. هنا نقوم بكتابة المدينة. لدينا هنا جهة الاتصال، سوف نقوم بكتابة البريد الإلكتروني الخاص بنا. ونقوم بكتابة الهاتف، رقم الهاتف المحمول برمز البلد كمثال. وهنا إذا كان لدينا الهاتف محمول ثانوي نقوم أيضا بكتابته هنا أو بتسجيله. لدينا هنا الخبرة العملية، تكتب الشركة التي كنت تعمل معها سابقا. إذا سأكتب على سبيل المثال شركة أنجيليك، كنت أعمل على سبيل المثال تكنيسيا. تاريخ البدء، ألفان وثمانية عشر. وتاريخ الانتهاء، 2020 على سبيل المثال. القدرات الأدبية، درجة الأكاديمية، هنا نختار الدرجة أو المستوى الدراسي الخاص بنا. إذا هنا سوف أقوم على سبيل المثال اختار التعليم الثانوي فني محترف. المسار، لدينا هنا مسار أو المجال أو فورماسيون كما نقول، فني دعم الطفل. لدينا العديد من المجالات، تختار المسار الخاص بك. إذا سأختار على سبيل المثال فني مراقبة الجودة. إذا كمثال بدون أن أطيل عليكم الفيديو، التدريب فني أو تكميلي. لدينا هنا منطقة الدورة، هل تخصصك في الزراعة، أجهزة الإنذار، كارير مظهر، المظهر، مساعد إداري، مساعد عناية بالجمال إلى آخره. هنا تبحثون بعناية إخوان. إذا سأختار مشير خدمات لوجيستيا كمثال. لدينا هنا اللغات، إذا لدي اللغة العربية، وسأختار لغة أخرى كالفرنسية، وأختار يمكن اختيار لغة ثالثة إنجليزية وهكذا. إذا إيطاليا على سبيل المثال. هنا لدينا، نصل إلى مكان مرفقات أو مكان وضع السيرة الذاتية. سوف نقوم، إذا كان ليست لديك سيرة ذاتية سوف تقوم بتحديد هذا الخيار، ليست لدي سيرة ذاتية. لكن من الأحسن ومن الأفضل أن تكون لديك سيرة ذاتية، تكون منجزة باللغة الإنجليزية واللغة البرتغالية. إذا سنقوم بالضغط على تحميل أو البحث عن الملف. إذا ننتظر بضع ثواني حتى يتم تحميل الملفات. وهنا نقوم بالبحث عن السيرة الذاتية الخاصة بنا، نقوم باختيارها صيغة وورد أو بي دي اف. وإذا كانت لدينا رسالة تحفيزية أو رسالة خطاب نقوم أيضا بإضافتها، أو إذا كانت لدينا أيضا شهادة، شهادة خبرة أو شهادة في مجال ما نقوم بإضافتها، ليس هناك مشكل. نقوم بتفعيل خاصية قبول الأحكام والشروط ونضغط على تسجيل. إذا أتمنى أن لا يكون هنالك أخطاء.
إذا بالنسبة لي هذا الحق الأول لا فيه الضرائب. إذا إخوان كما تلاحظون تم التسجيل بنجاح، نقوم بالرجوع للوراء بأكمل التسجيل. إذا سنقوم بالضغط على تسجيل الدخول أو عروض البحث. إذا سنقوم بالضغط على تسجيل الدخول، جيد جدا. إذا هذا هو الرقم الذي قمت بإدخاله في أول خانة، تقوم بإدخال رقم مكون من 9 أرقام ورمز السري. إذا سنقوم بالدخول مباشرة، وهنا ستظهر لنا جميع العروض التي يمكننا التقديم لها مباشرة. إذا سنقوم بالدخول إلى عامل إنتاج على سبيل المثال. الآن لن أحتاج إلى تسجيل من جديد، قمت بالتسجيل سابقا. إذا سأدخل إلى هذا العرض عامل إنتاج. هنا ستظهر لنا جميع المواصفات والمتطلبات الخاصة بهذا العرض. سأضغط على تقديم بالطلب للحصول على هذا العرض. وكما تلاحظون تم تسجيل طلبك بنجاح، تم إرسال الطلب. هذه طريقة جيدة ورائعة جدا وسهلة وبسيطة. تقوم بالتسجيل كما لاحظتم في أول الفيديو، قوموا الآن بالتسجيل إخوان أخوات كما وضحت لكم في أول الفيديو، وادخلوا من جديد إلى عروض العمل في الصفحة الأولى. كما لاحظتم اختاروا التخصص أو المجال الخاص بكم. عند إيجاد العمل المناسب لكم تقومون بالضغط عليه، يظهر لكم جميع التفاصيل الخاصة بالإعلان، وتقوم بالضغط على تقديم طلب، وسيتم إرسال الطلب بنجاح. كما تلاحظون تم إرسال الطلب بنجاح. هذه طريقة جيدة للحصول على عقد عمل في البرتغال عبر الموقع الرسمي والموقع الموثوق 100%. ستضمن إن شاء الله عقد عمل وتهاجر إلى البرتغال بدون أن تحتاج للتسجيل في فيزا العمل أو يعني في الكثير من الانتظار والكثير من دفع مبالغ مالية وجمع أوراق. فهذه طريقة سهلة، وهي الهجرة إلى البرتغال عن طريق عقد عمل بدون تعب وبدون عناء. فقط تقوم بالضغط على العروض وترسل طلبك مباشرة إلى الشركات. إخوان أخوات، أتمنى لكم التوفيق، وأتمنى الفيديو أن يكون قد أفادكم. وسجلوا الآن، توكلوا على الله، حظ موفق للجميع، ونلتقي في فيديو قادم إن شاء الله. لا تنسوا دعمنا بلايك ومشاركة الفيديو والتسجيل في الاشتراك في قناة وتفعيل زر الجرس لتوصل بكل ما هو جديد، ونلتقي في فيديو قادم. بالنسبة للتعليق إخوان، سأجيب الجميع إن شاء الله، يعني أحدد وقت لي أجيب تعليق يعني في المساء. الكل سوف أجيبه إن شاء الله عبر الرسائل وعبر التعليق. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.